أكبر إنجاز حققته في حياتي إني دخلت تخصص تمريض. دخلت مدرسة جامعة حكومية بدال الأهلية عشان أوفر على أهلي مصاريف. يعني كان عندي كذا قضية في المحكمة والحمد لله يعني استمريت وواصلت وأصريت إلى أن الحمد لله كسبتها بالأخير. وطبعاً كنت يعني ما أعتمد على المحامي مباشرة، كنت أنا يعني أقوم بالحضور الجلسات، لكن أعتمد على مثلاً كتابة مذكرة، كتابة استشارة، أما أنا كنت يعني أواجه يعني نفس الجلسة بنفسي، إلى أن الحمد لله أن تمم الله علي أموري وكسبتها الحمد لله. تعلمت في فترة الحجر سنة 2020 لغة فرنسية كده كم جملة بس. أكبر إنجاز سويته تعلم، طبعاً تعلمت أشياء كثيرة ومنها إن شاء الله حفيد للمجتمع بإذن الله. تفوق في دراستي وإنه الدرجات تكون عالية، هذا أكبر إنجاز. رفعت رأس أمي في حاجة كانت تتمناها أكثر شيء، إني أخش الجامعة وأتخرج منها بتخصص يعني هي ما كانت ترغب فيه بس أنا كنت أرغب فيه، والحمد لله نجحت فيه وتعديته وماشي حالي فيه والحمد لله أموري تمام. أنهيت المرحلة السابقة الدراسية بتفوق الحمد لله، نتمنى إن شاء الله بقية إنجازات المستقبل بإذن الله تكون أحسن من كذا. زوجي مر بأزمة في حياته، كانت الأزمة هذه مؤثرة على حياتنا بشكل مرة كبير، والحمد لله بفضل الله عز وجل عدينا هذه الأزمة، وأنا فخورة إني أنا يعني فخورة يعني بعد الله عز وجل إني أنا قدرت يعني أتخطى معها هذه الأزمة. يعني سويت شيء للوالد، عمليات سويتها للوالد، كان مصاب وكان تعبان، فهذا شيء أكبر إنجاز كان لي، كان طموحي إنه أعالجه، الحمد لله إني عالجته. إلى الآن أنا محقق 4 أو 5 شهايد دورات في إنجاء في المطاعم، في الدورات المطاعم، هو هذا أكبر إنجاز لي في حياتي غير الدراسة طبعاً. أكبر إنجاز أشوف إني حققت إني طالب جامعة وجالس أجتهد وأدي، وإن شاء الله إني أتخرج بنسبة ممتازة، إن شاء الله إني بكرة لما أكبر ولما أتخرج راح أفك شركتي إن شاء الله تصميم السيارات. هذا طموحي في الحياة، لسه ما حققت الإنجاز هذا لكن إن شاء الله في المستقبل.